الحين نجي لمرت الولد وتعامله مع الخالة ومع البنات. انت يا مرت الولد، انت يا البنية الحليلة، انت متاخذين الولد، انت اخذته من الشارع، ما خدتيه ولد عائلة وله ام وله خوات وله اخوان وله عائلة. انت ليش اخذتي الولد، تمكنتي منه، قلبتي على امه وقلبتي على خواته؟ شفتوا، ما قلت لكم انا اختاروا الناس الكويسة، البنت المتربية، عشان تريح ولدكم وتريحكم. شفتوا ان الجمال ترى مو بكل شيء. فانت لما تاخذين الولد هذا، انت تعرفين له اهل ولا ما تعرفين؟ ليش يوم تخطيه وتمكنتي منه وقلبت الدنيا عداوة؟ يا اختي هذه خالة مثل امت، مقام امت، وهذول البنات مقام خواتت، عائلة الثانية. شفتي، انت طلعت من عائلة ودخلت بعائلة الثانية، هذه تعتبر عائلة ثانية، ام وامت، خوات وخواتت، واخوان واخوانت، وابوه وابوت. ليش تسوين عداوات من اول ما دخلتي؟ خلي خليت حبيبه، خليت لبقه معهم عشان يحبونك، عشان يدخلونك حياتهم، عشان ينادونك بكل مناسبه. اذا كنت ساكته معهم على مقال، شيلي نصيبه من الطبخ، شيلي قاعده مع خالد سولفي معه على المقال، ربي عيالك، انتبهي لهم. مو والله تطلعين ما يدرون الا مع هالدرجه طاقه هالجنز وهالعبات، ويلا يا خاله انتبهي لعيالي وبروح مع صديقاتي. وين وخالت كبيره السن، عندها ضغط ومع سكه تتحمل البزران، تصليهم لما نص الليل لما يطبخ خاطب ترجعين. عيالك انت مكفوله بهم، لا تطلعين الا هم معك ولا اقعدي عندهم. الحرمه الكبيره ما لها دخل، خالت ما لها دخل بعيالك. احشمي عيالك واحشمي رجلك وقومي بمسؤولياتك اذا كنتي عندهم ساكنه. إذا كنتي ما تب عندهم، الله الله بالاحترام، الله الله بحفظ أسرارهم، لا تطلعين عنهم كلام، لا تسمعين أخبار، إيش لا تقولين ولا لموت، احفظي أسرارهم، خلي عندك أمانة. روحي لأمهم، لا جيتي تروحين، خذي لك صينية حلا، صينية معجنات، سوي لك طبق وروحي. إذا كانوا حاطين دورية لا تفوتين هالدورية أبد، لو مهما كان. إذا انعزمت يقول والله هاي اليوم دورية خوالي ما أقدر روح ولا اجي، خذي اللي يكتب الله وروحي لامهم. لما استخلتي عليهم علقي بشتت، علقي عبات، وطبي بالميدان يحميدان. اذا عندهم عشاء ادخل المطبخ ساعديهم، اذا عندهم على ما قال قهوة تحطي رجل على رجل. انا ما ابغض من مرت الولد اللي تحط رجل على رجل عند خواله، تخليهم يخدمونه، عيب، ترى اكبر عيب. انت اللي صبي لهم، وانت اللي على ما قال تساعدي انت وياهم، وادخلي معهم واطلعي معهم، وتجيب لك طبق سلطه ولا على مقال صينيه شاي وقهوه وحلا، ويحبونك، تصيرين بنت لهم سبحان الله العظيم، يصفطون لك وعلى مقال ويهوشون ولدهم عندك، يذكرون ولدهم بنت ويهوشونه عندك. الخاله هذه اعتبريها مناسبه عيد، لا اله الا الله، مناسبة شيء، اشتري لها هدية لو متواضعة، سجادة، شرشف صلاة، قارورة عطر، قارورة دهن عود، ترى أكبر السن يحبون هالأشياء هذه. دهن عود، قارورة طيب، خاتم، فتخة على ما قال، قطعة قماش، قطعة قلابية، كل ما أخذتي ما أخذتي، تذكري هاي الهدايا سبحان الله العظيم، تحبب الواحد يعني. تهادوا تحابوا، مو بالرسول عليه الصلاة والسلام يقول تهادوا تحابوا، واسمنت يعني ذكرت يا ما نسيت يا، حتى لو كانت غنية، حتى لو كانت عندها أموال الدنيا، غني غني وتعجبني هدايا، حتى لو كانت غنية يعني، ترى هالشيء هذا يلطف العلاقات ويلطف كل شيء. فاني خلي تحبوبه عشان هم يحبونك، علشان هذا. نفس الشيء أنتم يا الأهل، خليكم مع كويسين مع حريم عيالكم هذول، مو بانتم رحتوا خطبتوا وطحتوا وانبطحتوا وتردوا لما انكم اخذتوها، يوم ان دخلت عليكم قلبتوا. اكثر شيء ترى غيره، ترى حسد، ترى اذا الله يهدينا، الله يهدينا هالبني هذه، ولا بكلهم، هنا اللي يقلب الامهات على الناس كلهم. فانت هذه مرت ولدكم، ام عيالكم، واحد منكم صارت كيفه، خلوه على راحته، كل انسان على نفسه بصيره. انتم حددوا يوم مثلا دوريه وهذا، ان جت الله يحيي، اذا ما جت الله يحفظه، ولا ترفعون السماعه ولا تقول وينت، خلاص هي عارفه الموعد وعارفه اليوم، تبي تجي الله يحيه قشره ولا هي بجايه، الله الله يحفظها، لا تجي.
خلوا كل على راحته، هم والدكم بس يسأل عنكم ويكلمكم ويجيكم ويجيب عياله بكيفه، بنت الناس الله يحفظه. هم ما بدر منكم غلط ولا جيتوه ولا تعرضتوه، الله يساعده. في بعض الحريم العيال تسدى ترى باه شوفت نفس، باه غرور، باه ما أدري وشو يعني. معنا بعض الخالات سن كويسات حليلات ما من أذى، على الأقل ما عمرهم تدخلوا بحياتهم، ما عمرهم جاهم، ما عمر طبن بيوتهم، لكن باه عنطزة شوي على إيش ما أدري. حتى إذا جتها خالتها تحسين إنه يعني ما ترتاح، ما خلاص خذتها الولد خلاص ما تبي من طرف واحد أبد. ليش؟ إذا خالتك كويسة معت ولا عمره جات منها أدى، ليش تعاملينها كذا؟ وش سوت لك هي؟ وش فعلت لك؟ لكن ترى بعض البنات بعد الله يهديهن ما بحول القلم أبد أبد. لكن بعض الخالات ما شاء الله تبارك الله يتمالكن أعصابهن ولا هم من حالهم، يقول خلي على راحته، حتى بيته ما نطبه. عيب. وانت يا لميمة هذول عيالت كلهم، لا تفرقين بينهم، لا تقولين هذا أحب وهذا ما أحب، ترى كلهم عيالت. بالعكس أوقفي مع الضعيف، أوقفي مع اللي راتبه شوي، اللي عياله كثار، لفزي عليه، عطيه. لا إله إلا الله، شوفوا ايش قاصرين عليه. ترى الأميمة على ما قال القايل هي عمود البيت، وكلهم هذول عيال طالعين من بطنك، لا تفرقين بين هذا وهذا، تسيبين له غلا وهذا له غلا، لا كلهم عيالك. بالعكس انت وقفي مع الضعيف، وقفي مع اللي يحتاج، وقفي مع اللي يبي. والله اني واحده تقول اني والله اقول شوف الفيازر الثلاجات عنده، ادخل وخذ اللي انت تبي. ولده ضعيف شوي انه ما يطلع الا لما اعطيته مخرجته، وهذا مخرجته عياله وبزرانه، هذا الام الصح. مو والله لا اللي عنده واللي معه احب واللي ضعيف لا والله ما ابيه ولا يجي ولا يقرب. ما صرتي ام انت اذا ما تحبين الا الغني. يا اختي حنا حال نقطع قلوبنا نعطيهم اياه. نبي لهم العبر، نبي لهم على ما قال يمشون مع الحياه وربنا يقيرهم يا رب. واللي عليه قاصر حنا نكمله، حنا نكمل اللي عليه قاصر. نبيهم يسترون يعيشون مع الناس يعيشون مع الحياه، والضحيه بزرع. على ما قال ما ودي اطول عليكم بالحدس وهذا، لكن هذا اللي المفروض يصير. وهذا المقلب والدنيا والله رايحه ومريح عناه، وتقدرون تمشون مشوا، وتقدرون تغافلون تغافلوا، تقدرون على ما قال هذا عيالكم، خاصه عيالكم. انا حدسي عليكم عيالكم، حريم عيالكم، الناس اللي يخصونكم تخصونهم، ولا الناس البعيدين والناس اللي ما عليكم منهم ما عليكم منهم، خلوهم يولون على قولتهم، خلي يولي. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من درس اليوم. إن شاء الله زي ما قلت لكم دائما أقول لكم اللي يناسبكم خذوه، واللي ما يناسبكم اجدعوا بالبحر، وصدقون هالكلام هذا من القلب للقلب. وأكلمكم أنا من خلال معاملتي أنا، ومن خلال حياتي، ومن غير تعرفون الأم وسعودية منكم وبكم، حتى دول الخليج نفس أفكارنا نفس كل شيء. والله يحفظنا وياكم، يسخر لنا ولكم ان شاء الله، ويقرب منا الناس الطيبه والناس الكويسه، ويبعد عنا ان شاء الله كل من في شر يا رب العالمين. يبر عيينا بالصالحات من خلقه، هذا اهم شيء. قمت وقعدت قلت الله يبرهم بالصالحه من خلقه يا رب العالمين، ويرزقهم الزوجات الصالحات التقيات النقيات الهينات اللينات المزيونات والطباخات بعد. ابيها مزيونه طباخه، إنجازين وأخلاق الله من فضله. كل ما جاء مو بلازم الزين ترى يروح، على ما قلت لكم زي ما قلت لكم بالضبط. الله يحفظنا وياكم، تمسنا على خير. بوجه كلمة أخيرة معليش نسيت هالنقطة هذه للبنات، للبنيات الله يهديهم، بعد مو بكلهم، بعضهم فرافير تون عمر على 15 على 16 يديرن لهم ديارات. ازعلي على هذه، لا تنادين هذه، هذه عزمت مالدتنا بخصوص حرم العيال يعني، هذه راحت ما قالت لنا، هذه سافر ما تعلمها، ما استخل به، خلي ام وعياله يعيشون، لا تتدخلين انت يا البنت، ترى بكره ورات مستقبل ورات زواج، ويمكن ربي يرزقك تسوي وطيحت بخالة قشرة توريك نجوم القايله بعز الظهر. فانت اتركي امك واتركي اخوانك تخليهم يعيشون بسلام. انت يا البنات لا تتدخلن بحريم اخوانك وتشيشن امك على اخوانك وعلى حريمهم، اتق لله، ترى ورث حياه ورث مستقبل ورث ذا،
وما سويت سوي بك. كلكم حبوا بعض وعيشوا بسلام مع بعض، الدنيا دوار الله يكفينا شره، والدنيا والمثل يقول شد لي وقت طالت. أنت يا مرت الولد تسلطت على خالت، يبي يجي تجي خالت تسلط على بناتك، وأنت يا الأم تسلطت على مرت ولد تبي يجي بناتك خالت تسلط عليهم. خلكم كويسين مع بعض، خلكم حبيبين، عيشوا بسلام، ريحوا أنفسكم، ريحوا عيالينكم، لا تشيشون رجال على الحريم، لا تودي لا تعطي لا تجيب تجيب له لا ما أدري وش، لا تروح لا تجي لا تروح صديقات ما لكم دخل بقى، أنت زوجتي خلاص وكلي أمر لله، خلي يعيش مع أمرته مع عياله بسلام، لا تتدخلين أنت يا الأم بحياة ولد. يا أختي والله ما عمري تدخلنا بحد إلا وشلونكم عساكم طيبين، حتى يمكن مكالمة ما نكلم ولا مكالمة، خاف يقول ها كلموا يسألون ولا يعرفون الأخبار ولا شيء، تركينا الدرعة ترعى، ندعي لهم بالستر والتوفيق وخلاص، وخلين حياتهم لهم، عسانا نسلم بعد. فخلاص اتركوا والناس تعيش بسلام، وش تبون انتم بالمشاكل ووجع الراس؟ وش تبون بالمشاكل؟ بفهم انا ليش الناس تحب المشاكل؟ ليش ما تعيشون بسلام وبهدوء وبراحة؟ الله يهديكم بس، الله يهديكم. فانتم خلوا الدرس هذا وانتم رايقين ما عندكم شيء تسمعوه، لا تسمعون وانتم مشغلين ولا تسوي سكيب، ترى كله كلام مفيد وكله كلام عين المنطق. الله يحفظنا وياكم، يلا سوي.